الاستواء معلوم، يعني معلوم معناه بلغة العرب، والكيف مجهول، وفي رواية الكيف غير معقول. ما معنى غير معقول؟ يعني لا تدركه العقول. إذن هذه قاعدة، ليست في الاستواء فقط يقال الاستواء معلوم، يقال أيضا النزول معلوم، المجيء معلوم، الاتيان معلوم، معلوم معناه، والكيف مجهول أو الكيف غير معقول، يعني لا تدركه العقل. والإيمان به واجب. لماذا واجب؟ لأنه خبر الله ورسوله يجب تصديقه، والإيمان به والسؤال عنه عن ماذا؟ عن معناه ولا عن كيفيته؟ عن كيفيته. ممكن تسأل عن المعنى إذا كان يخفى عليك المعنى، أو يترجم إلى لغة أخرى إذا كان واحد لا يدخل العربية. لكن الكيف لا يجب أن تقول كيف ذات الله ولا كيف صفاته، لا كيف ينزل ولا كيف يأتي ولا كيف استوى ولا كيف يتكلم. فالكيف غير معقول، الكيف مجهول بالنسبة لنا، نؤمن به ولا نعرف كيف هو. نعم.